أهلا بكم مستمعينا، نستهل برنامجنا اليوم بإعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن جهود الوساطة التي تضطلع بها بلاده بين السعودية وإيران منذ عدة شهور بطلب أمريكي لم تتوقف، وأنها تحقق تقدما وصفه خان بالبطيء. عمران خان أشار إلى أن باكستان نجحت في الحيلولة دون وقوع ما وصفه بصدام عسكري بين البلدين، وذلك خلال محاولات الوساطة التي أطلقت بعد الهجمات التي استهدفت مواقع نفطية في الخليج أواخر الشهر الماضي، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عنها. فهل تستطيع باكستان تحقيق انفراجة في أزمة متفاقمة منذ عقود؟ هذا السؤال شكل محور نقاش أجراه فؤاد عبد الرازق مع كل من الدكتور هشام الغنام كبير الباحثين في مركز الخليج للأبحاث ومقره جدة السعودية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، وكذلك جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية في باكستان، والذي سألناه أولا عما إذا كان هذا التقدم البطيء الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الباكستاني كافيا لأن تواصل إسلام أباد جهودها للوساطة. السيد عمران خان يبدو أنه جاد في عملية الوساطة، لأنه يرى أن الخلافات ما بين المملكة العربية السعودية وإيران قد تدهورت في الآونة الأخيرة، مع ظهور تقارير تفيد احتمال القيام بعمليات عسكرية ضد الصواريخ البالستية الإيرانية، لا سيما تلك المنتشرة في اليمن وبحوزة الحوثي. سيد عمران خان يرى أن أي تدهور في العلاقات ما بين السعودية وإيران سيؤثر سلبا على باكستان، ومن هنا فإنه يقول وإن كان هناك الأمل ضئيل في الوساطة، لأن الطرفين يرفضان الوساطة من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن التقدم وصفه بأنه ضئيل جدا، ولكن مع ذلك فهو يصر على ممارسة تلك الوساطة. دكتور هشام الغنام كبير الباحثين في مركز الخليج للأبحاث، دكتور كيف تنظر المملكة إلى جهود الوساطة الباكستانية؟ المملكة أعتقد أنها لا ترى أن شيئا يعني تغير في إيران، حتى إذا جاوب معي طرف إيراني أو تعتقد أن هناك جدية من قبل الإيرانيين في هذه المسائل. الحقيقة تبخرت أكثر من الوساطة السابقة، يعني خاصة في ذروة التوتر الأمريكي الإيراني، وأنا أتصور يعني الذي حدث الآن كنا على أعتاب مواجهة مفتوحة، الأمر الآن قد قل، يعني والسبب أنه يعني سبب تخفيف التوتر في هذا الوقت أن هناك اعتقادا من طهران أن الوقت مناسب في ظل هذه الضبابية التي تسبق الانتخابات الأمريكية أن تطلق هذه البالونات الوهمية للوساطات، لكن المملكة أنا بتصوري لا تعتقد أن هذه الوساطات، يعني هل دكتور هشام الغنام هل بحديثك عن الوساطة الأخرى تقلل من أهمية الوساطة الباكستانية؟ الموقف السعودي لا ينبغي تفسيره لا بالتعنت أو عدم الرغبة في الانخراط في حديث وحوار مع الإخوة في إيران. المشكلة أن المملكة تعلمت الحقيقة بالتجارب السيئة السابقة مع هذا النظام أن الأمر لا يفيد ولا ينجح، يعني تجربة مجرب لا يبدو أمرا يعني لائقا بالمملكة ولا يبدو أمرا حتى سائغا ولا يعني مقبولا، يعني الكل يريد الهدوء والالتفات الأخطار الأخرى المحدقة بهذه المنطقة وأنها تهديدات اقتصادية التي تهدد إيران قبل غيرها، لكن نحن لا نرى تغيرا من الإيرانيين فعليا وحقيا على الأرض حتى يكون هناك تجاوب من السعودية أو غير السعودية. دكتور حسن أحمديان المحلل السياسي الإيراني، كيف تنظر إيران إلى جهود الوساطة الباكستانية هذه؟ في زيارته إلى طهران طرح السيد عمران خان فكرة الوساطة ورحب بفكرته بشكل واسع، وأنا على علم بأنه رحب بشكل كبير بأطروحة السيد عمران خان عندما كان في طهران، وذهب الرجل إلى الرياض لكن لم يلقى تجاوبا كبيرا في الرياض. أتفق مع بعض نقاط السيد من الرياض، لكن على خلاف ما قاله أنه لا توجد إرادة إيرانية، الإرادة الإيرانية كانت وما زالت موجودة للتواصل ورأب الصدع، وهذا ما حدث أخيرا في العلاقة بين إيران والإمارات مثلا أو بين إيران وقطر في مرحلة سابقة، وهذا ما تأمل له إيران في علاقاتها مع السعودية. هناك تعنت سعودي أنه لا نريد أن نحاور لأنه على إيران
إيران أن تتغير ثم نحاورها. إذن على ماذا تحاورون إن كانت ستتغير؟ طيب دعني أطرح هذه الأسئلة المطروحة على الدكتور هشام الغنام كبير الباحثين في مركز الخليج للأبحاث. لو كانت التدخلات الإيرانية في المنطقة أو الاعتداءات الإيرانية محاولة تدخل سياسي كنا نتحاور حتى نتفاهم عليها، لكن المشكلة هناك اعتداءات إيرانية هناك تدخل في الخليج، احتكاكات بحرية من البحرية الإيرانية بالشفة الأمريكية وغيرها في الخليج، واستهداف لمنشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في العراق. يعني هذه كلها تفاقمت، كيف تتحاور المملكة وإيران مستمرة في هذه الأفعال؟ لو بدرت فعل إشارات فعلية وحقيقية توقف النظام في طهران عن هذه الاعتداءات ليس فقط على الخليج لكن حتى على جيرانه العرب والآخرين، لقلنا أن هناك فعلا هناك مستقبل لهذا الحوار وحتى فرص لإنجاح هذا الحوار. طيب دكتور جاسم تقي المحلل السياسي الباكستاني، ألا تتخوف إسلام أباد من أن تقلل علاقتها الوثيقة بالرياض من فرص نجاحها في التواصل بينها وبين إيران؟ يبدو أن باكستان يعني واثقة من نفسها بأنها ستلاقي تجاوبا من المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك لوجود اتفاقية عسكرية دفاعية ما بين باكستان والمملكة العربية السعودية منذ سنة 1982. طبعا المملكة العربية السعودية تعول على باكستان كثيرا في علاقاتها المتدهورة مع إيران. باكستان أعتقد هي الوسيط المثالي في هذه الظروف التي بإمكانها أن تلعب دورا إيجابيا. طيب دكتور حسن أحمديان المحلل السياسي الإيراني، ألا تثير العلاقات القوية التي تربط بين باكستان والسعودية حفيظة إيران وتقلل من إمكانية تجاوبها مع جهود إسلام أباد للوساطة؟ لا يوجد لا سيا ولا يثير أي حصيلة. لباكستان علاقات جيدة مع السعودية كما أنها لها علاقات جيدة أيضا مع إيران. هناك 900 كيلومتر يربط البلدين، يعني حدود برية تعمل البلدان على تأمينها بشكل يومي، فهناك تجارة بين الدولتين مهمة للبلدين وللمجتمعات الموجودة على طرفي الحدود مؤثرة جدا. المشكلة أنه لا يوجد تجاوب من الطرف الآخر. المملكة السعودية يعني ترفض القبول بأطروحات الدولة القريبة لها باكستان. دكتور هشام الغنام، يعني هذا يجرني إلى سؤال، هل هناك خطوط حمراء للمملكة في تعاملها مع أي محاولة للتواصل بينها وبين إيران؟ لا يوجد عاقل يقول هناك خطوط حمراء في جهود الوساطات والمصالحة في أي قضية كانت. عندما نقول أن تتوقف إيران عن القتل على الهوية والقتل المذهبي وتمويل المسلحين والخارجين عن الدولة في المنطقة، هذه ليست شروط، هذه مطالب منطقية تقوم بها أي دولة وطنية في العالم. يعني تظهر إيران من فترة لأخرى تريد فتح قنوات اتصال مع السعودية، لكن ممارساتها على الأرض تشير أن رغبتها أقرب المناورة لكسب الوقت، لكن بدون تغير فعلي لا يمكن حتى أن يفتح الباب أو نحدث حوار. طيب دكتور جاسم تقي المحلل السياسي الباكستاني، هل ترى باكستان أن بوسعان نجح في مهمة وساطة استعصت على قوة دولية أكبر من قبل؟ أميل إلى التفاؤل في هذا المجال. باكستان لديها علاقات مميزة مع البلدين، هذه الوساطة ستستمر حسب ما قال عمران خان، وإن كانت بطيئة فإن أعتقد أفضل وساطة يمكن أن تقوم ما بين المملكة العربية السعودية وإيران هي الوساطة الباكستانية. إذن كنا نستمع إلى حوار أجراه الزميل فؤاد عبد الرازق مع كل من السيد جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية في باكستان، والدكتور حسن أحمديان أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران في إيران، والدكتور هشام الغنام كبير الباحثين في مركز الخليج للأبحاث في مدينة جدة السعودية. كنتم مستمعين.